واقف لم يرحمنا سواك يا أرحم الراحمين. اليوم كان فقدوا هرم من أهرام المسرح ببلادنا، عزيز موهوب، هو عزيز على قلوبنا جميعا، رجل فاضل، فنان بكل من فم بلعر كما تنقولوا، رجل فين ما كتوقف معاه كتستفد من حكمه ومن العبار وكأنه مدرسة. فحقيقة أن الدليل على قيمة هذا الرجل هو حضور أمثال هاد الناس اللي كيعرفوا القيمة الحقيقية ديال عزيز. فلله ما أعطى ولله ما أخذ، عزاؤنا واحد وعزاؤنا لأسرته الصغيرة ولجميع الفنانين ولجميع المغاربة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أنا زورت الفنان الكبير عزيز موهوب مدة ديال 20 عام، فرقة معمورة عطات لنا مسرح الكثير. وعزيز موهوب الله يرحمه من المؤلفين الأولانيين اللي عطاو للتلفزيون، البداية ديال التلفزيون باقي مباشر كان هو والمرحوم عبد السلام العمراني، الله يرحمهم بجوج. فقدنا فنان كبير الله يرحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. بهذه المناسبة الأليمة كنتقدم بأحر التعازي الخالصة باسمي وباسم الأسرة ديالي للأسرة ديال الفقيد الأستاذ المسرحي الكبير سيدي عزيز موهوب رحمه الله، اللهم تعالى يجد عليه الرحمات. وسيدي عزيز موهوب راه غني على التعريف، تيحبوا الكبير والصغير في المغاربة كلهم، الله يجد عليه الرحمات والله يرزق الأهل ديالو الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. اليوم الساحة الفنية المغربية والعربية ولمن العالمية فقدت واحد من الأعمدة ديال السينما المغربية والمسرح المغربي. والله إلى اليوم وأنا جاي في الطريق ديالي في السكة للجمع وتأتى لذهني نوع من التوأمة، جاتني واحد الصورة نتاع عماد حمدي، السينما المصرية أبيض وأسود وما أدراك من عماد حمدي. قلت إذا كانت في مصر كتفتخر بعماد حمدي، افتخروا احنا بسيدي عبد العزيز موهوب رحم الله، أسكنه وفسيح جناتي. أحد جبال، أحد جبل من جبال شنقول لك الهيمالايا والأطلس أو لأحد هرم من الأهرامات، يعني السينما كتفقد واحد العبقري واحد المبدع. نتمنى من الله عز وجل أن الدفعة اللي واخدة المشعل يتكرروا صور فيهم دي بوتي جون عزيز موهوب، عزيز موهوب إن شاء الله يكونوا شو هزي المشعل ويوصلوا غير واحد شوية واحد البصيص من المستوى اللي وصلوا لك. رجل عظيم رحم الله، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وإنا لله وإنا إليه راجعون. بالنسبة للمرحوم تغمض الله برحمته الواسعة، فنان ما يمكنش نقول عليه كلمة لأن هو يعد من الأهرامات الكبيرة في البلاد، يعني بالنسبة من القيدوم المسرحيين ومن الناس اللي بدعوا بشكل كبير وعطوك شكل كبير يعني تاريخ في المسرح المغربي والدراما المغربية. كالمرحوم عز موهوب اسم كبير كبير كبير، وهذه خسارة للساحة الفنية، ولله ما عطى ولله ما خد، كتبقى غادرني إلى دار البقاء واحد من الأهرامات اللي ملي كتحضر الاسم ديالو كتشوف هناك تاريخ اللي عطى لهاد البلاد السعيدة الله يرحمه. وجانب آخر في المرحوم صراحة الله، لأن أنا كان لي الشرف أنني اشتغلت معاه في واحد العمل في القناة الأولى، واحد الخلق عظيم الله يرحمه، كان إنسان جميل بصراحة الله، الله يرحمه ويوسع عليه. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارتاجيو الفيديو وديرو جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.